شو صاير؟ أنا لاحظت مبارح إنه أنت حابة تخبريني شي، لهيك إذا حابة تقولي لي فأحكي هلا. عم اسمعك. شوريا، أنا بدي أقول لك شغلة كتير مهمة. قولي، سامع. أنا قولي. شوريا هو القصة أنه هي أنا بس حرامي حرامي، وينكم في حرامي بالبيت يا جماعة؟ اسمعوني، قولي لي يلا شو كنتي ناوية؟ جاوبي، شو بدك؟ جاوبي. شو عم يصير هون؟ ها؟ هي البنت كانت بغرفتها لأختي. بغرفتي أنا؟ إيه نعم، كانت بغرفتك واقفة جنب التخت، أكيد فاتت لتسرق شي، مسكتها وهي عم تسرق قلادتك. حسيت بشي مانو مزبوط، اجت لهون وتمسكنت ونواياها مانا منيحة. للأسف هي اجت على بيتنا بنية السرقة. كنت عارفاني هذا الشي؟ لا لا، أنا ما كنت عم أسرق أبدا، أنا كنت بس شو كنتي عم تعملي قولي؟ بس ليش كانت عم تسرق القلادة؟ أعطيني. شو؟ أمي هي عليها صورتك. أمي قولي شي لو سمحتي. شوريا أنت ليش عم تسأل أمك؟ الأفضل تسأل هالبنت. ما رح تعترف بهي سهولة، الشرطة رح تخليها تقول الحقيقة. رجاءً رجاءً ما تحكي للشرطة، أنا ما كنت عم أسرق أبداً. مستحيل إني أعمل هيك شي. مهك أنت بتعرفي كل شي، فيكي تحكي لهم. ساعديني على القليلة بترجاكي. اسمعي بترجاكي تفهميني، ما تحكي مع الشرطة، أنا ما كنت عم أسرقك وما كان بدي إجي لهون، حتى هي اللي جابتني على البيت. أنت خايفة لأني قلت بدي أحكي مع الشرطة، ما هيك؟ إذا ما سرقتي شي ليش خايفة لكن أنا خالتي مهك، أنا عندي إحساس إنك بتعرفي شي عن هذا الموضوع، لو سمحتي شو بتعرفي خبريني فورا. مهك أمي خبريني شو بتعرفي، احكي لي لو سمحتي. مهك ما عم تحكي، قولي لي لو سمحتي شو بتعرفي. حاجة تستجوب أفراد العيلة عصبتني كتير شوريا، ما عم تعمل شي أبدا. هلأ رح أحكي مع الشرطة ورح سلمهم إياها. يلا روحي من هون. يلا تعي طلعي لشوف. بترجع رح سلمك وارتاح منك. خالتي بس كيف بتسترجي تسرقي من هالبيت؟ ما كان فيك تسرقي من بيت حدا تاني؟ خالتي بس وقفي. ماما عم تبكي؟ بس معقول من شان هاي البنت؟ لمبارح وانتي ما بدك اياها تضل بالبيت هون، عم تبكي عليها هلا؟ شو اللي عم يصير معكم انتو؟
هالبنت بتكون بنتي. على رقبتها وقت كانت لسه صغيرة. لكان هي بنتك ما هيك؟ شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ شو هاد؟ جنيتي؟ كيف يعني هي بنتك؟ ما فهمت. هي الحقيقة، هالبنت بتكون بنتي. هنن قالوا لي وقتها انها ماتت دغري بعد ما ولدت. هي مزحه ولا شو؟ ابوكي قال لي وقت طلبتك انه انت ما كنتي متزوجه ابدا، معنات هذا الشيء انك جبتيها قبل ما نتزوج، وكمان معناها هالبنت غير شرعيه. اختي انت ليش عم تحرجي حالك هيك؟ فيكي تفهميني ليش ما كنا منعرف من قبل انه عندك بنت؟ السبب لانه هي عبارة عن وحدة كتير سيئة، وهالبنت بتثبت انك عن جد مرة مانا منيحة نهائيا. انت طلعتي وحدة عديمة الاخلاق. خلصنا بقى، شو هالحكي اللي عم تقوله انت بابا؟ لا تدافع عنها يا شوريا، انا خجلان فيها كتير. عطيها فرصة لتشرح لك. بس ماما احكي لنا. ايه لو سمحتي ماما، بترجاكي قولي شي، احكي. شوريا انت حبك لامك الكبير عماك يا ابني، وهي دموع الناس دي هلا بس مشان بنتها الغير شرعيه. شي بخجل عن جد، وحده بلا كرامه. عمي بترجاك، بترجاك بدي اطلب منك طلب، بترجاك لا تقول عنا هيك. كلنا معرضين للغلط عمي. عمي انت ما فيك تضل عم تلوم خالتي على ماضيها بنوب. ايوه يعني بفهم من كلامك انه بدك اياني غض نظر عن اغلاطها الماضيه، وانه هي كانت مع حدا من زمان وجابت بنت منه كمان. لا، وقت اللي ابوها عرف انه ما بقى فيه ابدا يخدع العالم راح زوجني اياها الي. بس عمي كارونا قليلي لشوف، كم حبيب كان عندك من زمان؟ وكم طفل غير شرعي كان عندك؟ خبريني لحتى جهز حالي نفسيا. بكفي بقى، حاجة تحكي مع أمي بهالطريقة هي؟ عمي أنا بعرف إنه أنت معصب، بترجاك بترجاك ما تحكي عن خالتي هيك، بترجاك. ماشي انتوا الاثنين واقفين معه، راح كون واضح معكم، انا ما راح سامح كارونا ابدا عخداع على الي بهالطريقه ابدا. وهالبنت اذا بتضل قاعده بهالبيت فانا راح روح واتركه على طول. خالتي
خلينا نفوت. لا لا، شوريا كنت عم اتصل فيك كتير. شوريا امك بحاجتك هلا وعم تفكر انها تترك البيت. شوريا شوريا احكي اي شيء. عم قلك امك عم تفكر تترك البيت مع انجلي. ما كانت بتعرف انه هي كانت عايشة. شوريا انجلي بنت هاي العيلة، ولهيك هي ما لازم تضل يتيمة. يمكن مشان هيك صار معها هذا الحادث. شوريا بس انت القادر انك تقنع الكل، ما في غيرك بيعملها. بترجاك شوريا بترجاك، خالتي ما لازم ابدا انها تترك هالبيت، لا هي ولا انجلي. شوريا بس اسمعني، خالتي دعمتك دائما وبكل الظروف اللي مرقت فيها، وكانت دائما جنبك، وهلا صار دورك انت لحتى تدعمها. لا تخلي ماضيها يدمر حاضرها. بترجاك يا شوريا بترجاك. انت كنتي بتعرفي هالشي؟ ايه شوريا. طيب ليش ما خبرتيني من قبل بالقصة؟ اه انا ما كان لي هالحق اني اعرف الحقيقة عن امي وعن عيلتي كمان. لو سمحت شوريا لا تفهمني غلط، كان بدي افهم كل شيء بدقة قبل ما اخبرك، وكان بدي اعرف كل الحقيقة، هذا هو السبب. ولانه هالقصة متعلقة بحياة خالتي كنت ناطرة لحتى اتأكد. فهمني بترجاك. لولا مرة واحدة حطي حالك محلي، وقتها بتعرفي قديش انا مجروح. شوريا اسمعني، شوريا بترجاك اسمعني. انتي كذبتي علي مهيك، مو حضرتك بدك تعرفي كل شيء لحالك؟ معناها تفضلي لاقي الحل. شوريا شوريا خلاص، صدقني الحقيقة ظهرت قبل ما اقدر خبرك. ما صار لي زمان عرفانة، هذا اللي صار. شوريا انا بس كان بدي اني ساعدك. شوريا انجلي بتكون اختك، هلا معقولة يعني اسلوب كيف عرفت الحقيقة اهم عندك من الحقيقة نفسها يا شوريا؟ بترجاك شوريا بس اسمعني شوي. شوريا الحليب صار بارد، يلا خد أدويتك. على أساس أنت مهتمة هلأ؟ خدي قرارك واختاري، يا أنا يا بنتك الغير شرعية. خالتي خالتي حل هاي المشكلة مانو سهل بنوب، وأنت لازم تحطي شعورك بالذنب على جنب، ولازم تضلي قوية قوية مثل عادتك كرمالها لأنجلي. خالتي هلأ الكل بحالة صدمة، وعمي معصب كتير لأنه هو حاسس أنه أنتي خدعتي. خالتي خليكي قوية وأحكي مع ابنك شوريا. ليش شوريا بيسامحني؟ أكيد يا خالتي، ابنك شوريا كتير بحبك، إذا بتخبريه قصتك بصراحة فأكيد رح يتفهمك ساعتها. أنا ما بقدر إني أحكي معه لأنه كتير معصب مني، ولهيك ما رح يرد علي. مهيك بس يا بنتي، لو قلتي لي عن هذا الموضوع قبل هلا ما كان صار كل اللي صار معنا. كان الوضع أفضل لو إنك حكيتي عن أنجلي.
وهذا اللي بدي اياه يا خالتي، مشان هيك انا جبت انجي لعندك على هالبيت. بعدين لو انا قلت الحقيقه كنت رح تتضايق، وانا ما عندي هالشجاعه. ماني عرفاني كيف بدي اتشكرك، خليتي هالعيلة تجتمع مع بعضها وجبتي لي بنتي لعندي بعد هالسنين. وين رح نلاقيها هلأ؟ صار الصبح ونحن ما بنعرف هن اللي وين أخدوها. لا تخافي بنو، رح نسأل عنها. شفت سيارة كبيرة مرقت من هون؟ لا. شفت سيارة كبيرة؟ لا. ما هيك لازم نروح ندور هنيك. ايه يلا. مو معقول. شوريا شو صار؟ بنشر الدولاب. أنا مو شايفة أي حدا هون. شو رح نعمل هلا؟ ما عنا حل تاني، بدنا نكمل مشي. يلا. تفضل. لو سمحت فيك تساعدنا؟ بالحقيقة دولاب سيارتي بنشهر، كان في إزاز بالطريق، ساعدنا لو سمحت. بس ما فيني غير جيب مصلح. ما في معنا وقت كتير، شو لازم نعمل؟ كيف بدنا نلاقي أنجلي وكيف بدنا نلاقي السيارة؟ ما بعرف شو بدنا نساوي. عم تدوري على سيارة كبيرة مغلقة؟ شفت سيارة على الطريق الزراعي. إيه؟ راحت بهالاتجاه. أخي فيك تأخذنا لو سمحت، أخته خطفوها فيها، بترجاك. رح أعطيك مصاري قد ما بدك، بس بترجاك ساعدنا. شو عم تعمل؟ ما في داعي يا أخي، رح أدلك على المكان فورا وساعدك. هي السيارة اللي خطفتها لأنجلي واقفة هنيك. استني شوي رح روح أتأكد. شوريا لحظة، بترجاك ما تروح لحالك، أنا جاية معك. ماشي. بتحبوا أني أجي معكم؟ لا لا مو مشكلة، خليكم، ساعدتنا بما فيه الكفاية. خليك اتصل بالشرطة، رح أرجع ما بطول. ألو؟ ألو؟ شو؟ أنت رح توصل بعد شوي؟ شوريا طبعاً جاهزين، مو بيان شي غير نحطهم بالشحن. شوريا بعتقد أنهم عم يحكوا عن نفس السيارة. ما هيك اسمعي، روحي تخبي، أنا رح شوف شو القصة جوا. شوف قديش بدها الشحنة لحتى توصل. وين انت؟ طيب ماشي، بعد تلت ساعة رح نطلع من هون على الموقع. شوريا اللي شو صار؟ أنجلي جوا. ليكي هدول الناس مجرمين، لهيك هن خطفوا هالبنات. هاي الشاحنة جاية تاخدهم، ما لازم توصل لهم. يلا ما هيك تخبي، أنا رح روح. انتبه.
هويتك لو سمحت. المعلم طالبها لأتأكد. بس أنا مو شايفك من قبل، راح أحكي مع المعلم بنفسي. إيه اربط له رجلي شوريا. ماشي. استعجل. اسمعي، سوقي هالشاحنة وفوتي لجوا. ايه؟ ليش هيك عم يزمر كل هالقد؟ أبظن نسي شو بده يعمل. يلا اطلع خبره شو لازم يعمل. ليش لهلأ ما رجع؟ روحي. وانتي؟ انا رح انقذ البنات. مستحيل. يلا روحي بسرعة. يلا يلا بسرعة. وقفوا. الأحسن إلك تروح من هون وإلا بقتل كل البنات. لحظة لحظة، اترك البنت تروح، خدني خدني أنا بدالها. شو بستفيد إذا أخدتك؟ أنت ما بتهمني نهائيا. بتروح وإلا أنا كثير بكره الناس اللي مثلك. أنت كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ كيف بتتجرأ تعمل هالشي؟ هاي أختي فهمان؟ كيف بتتجرأ تعمل هيك معه؟ كنت بدك تتطلق ما هيك؟ شوريا خلص اتركه. شوريا اتركه رح تموته. شوريا 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 خلص اتركه رح تموته. اهدي اهدي انجلي، لا تبكي. هي حطهم بالسياره. يلا يلا حاضر. اخذنا افادتك، بس كمان لازم ناخذ افاده اختك، وكمان لازم ناخذ افاده كل البنات. ايه طبعا سيدي، بس هي مصدومه، بتمنى تاخذ افادتها بعدين. قلتوا لي كانوا 3 أو 4. سجل يا ابني لو سمحتي. اعطي شكرا لك. انت كنت بمثابة منقذ بالنسبة لي. نسيت اسألك شو اسمك. مرحبا، انا اسمي سوراج. تشرفنا. نحن كتير ممنونين على مساعدتك. اذا احتجت لأي شيء ما تتردد انه تطلبه منا، وبترجاك انه ما تخجل ابدا. ماشي. مواطن شريف وواعي مثلك كمان، بيسهل عمل الشرطة. ما في داعي يا جماعة، ما عملت شيء مهم ابدا. ساعدكن شوي بس، واي شخص ممكن يقدم هيك مساعدة. فين المحضر يا أمرك سيدي؟ أنت كيف صرتي؟
بتشكرك. شو رأيك أنا؟ مالك وايت تشيليز، ما تتردد تطلب مني أي مساعدة. ماشي لو سمحت. تفضل معنا، رح وصلك عبيتك. شكرا. يلا اطلعوا على السيارة. تفضل. بظن لازم روح مع هالبنات اللي بهديك السيارة. انت شو عم تحكي هلا؟ مستحيل لأنك رح تيجي معنا. هداك مو بيتي، هداك بيتك. بصراحة أنا عملت لكم مشاكل كتير كبيرة بهالبيت وللماما، وما بدي سبب لكم مشاكل مرة تانية. أنجلي بكفي. أنجلي ما هيك قالت امشي؟ لهيك امشي. يلا طلعي بسرعة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.